هي على طول هيك بتسأل، بتسألني إنه إيمتى أنا هيك بدي أمشي هيك تحسن، وهذا قول إن شاء الله الله كريم تحسني وترجعي بتمشي طبيعي. والله بعرف إنه من عمي قال الحقيقة، بس قبل مو عمي طوعنا قال هيك، زي ما عالجناها بشكل سريع ما رح تحسن تمشي بالمستقبل. وقد بتمنى إنها ما تكبر مشان ما أشوفها بحالي أسوأ من هيك. في كل يوم الصبحيات بخاف عليها إنها ما تحسن تمشي. في أنسى الماضي بس بقى خايفة من المستقبل هلق لها الطفل الجديد، شو بتستقبل حالها بالمستقبل الجديد.